مش مصدق ان المكان ده اتفتح. دي ريست اريا في مونتانا، في مونتانا فين دي؟ في يلوستون ناشونال بارك. ده مكان جبار. تيجي تبص على حتى بعينك تشوف الهواء نضيف، فيش ولا نقطة مية في الهواء. الهواء السما نضيفة، نظافة غير عادية. والجبال كويس كده على الجبال، فيش هنا نشاط مخلوقات خالص. بس انت ممكن هنا تطلع لك دب ولا يطلع لك حيوان مفترس. لان انت هنا لو سمعت صوتي هتعرف انك انت في مكان عزيز شوية. يلوستون ناشونال بارك في مونتانا. والمكان ده وانت داخل كان مقفول، هو دايما بيبقى مقفول. وبعدين زي ما انت شايف مفيش الا التراك اللي قدامك ده، ده بتاع الصخر. والتراك بتاعي انا التراك بتاعي عزيز شوية لانه الشركة غنية، شركة وول مارت غنية قوي، فكل حتة ممكن تروح فيها.